في الواقع اسمح لي أقول أن ما حدث أولا من تصريحات أنا في رأيي أعتبرها مراهقة سياسية. وأرجع أقول كما قال قبل قليل الأستاذ جميل الزيابي أن هذه التصريحات لا يمكن أن تعلن وأن تخرج إلا أن تمر بقنوات رسمية في الدولة قبل أن تكون فيها أي من نوع النفي أو نوع من اللاقيل وإلى آخره. في الوقت نفسه حقيقة هذه التصريحات لا تنم على عمق وإدراك في السياسة الحقيقية المتبعة، خصوصا وأن قطر دولة ضمن مجموعة دول مجلس التعاون، ترتبط هذه الدول بمنظومة علاقات قوية وتربطها يعني أشياء كثيرة متفق عليها. منذ أيام حقيقة حضت مجموعة دول مجلس التعاون بقيادة المملكة بأكبر لقاءات يعني سياسية حظيت بها دول المجلس بالاجتماع بالقيادة الأمريكية وإيجاد صيغة وحل كبير جدا وتوصل إلى حلول كبير مع الرئيس الأمريكي حول قضايا مهمة جدا، وأهمها الإرهاب الإيراني والقرصنة الإيرانية التي اتخذت من دول مجلس التعاون ذريعة لممارسة نشاطها الإرهابي فيها. فهذه حقيقة التصريحات تجعل سواء كان المواطن القطري أو المواطن الخليجي في وضع يعني سلبي مما يمكن قوله ونحن في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. نعم، ماذا تقرأ أستاذ عبد الرحمن في هذا النفي وهو يخلو من توضيح الموقف الرسمي الحكومي في هذه التصريحات، حيث تم نفي التصريح ولكن لم يتم إيضاح الوقت كاملا؟ مثل ما ذكرت قبل شوي وكررها الأستاذ جميل قبل شوي، لا يمكن أن يكون هذا النفي جاء في وقت أعتقد أنه الوقت اللي جاء فيه قد سبق الاختيار. كيف يكون نفي من مصدر رئيسي ومسؤول في الدولة وهذه التصريحات مرت على عدة قنوات رسمية في البلاد؟ هذه التصريحات تجعل حقيقة من الوضع السياسي صعب جدا وتذبذب خصوصا في موقف قطر. قطر دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، أن يصدر منها مثل هذه الأمور خصوصا فيما يتعلق بإيران وخصوصا فيما يتعلق في مهاجمة بعض دول مجلس التعاون الخليجي وهي دول صديقة تجمعها علاقات قوية جدا، يجعل من التوتر فيما بين هذه الدول شيء زامي وأكيد. فالعمق السياسي والإدراك السياسي لا يمكن أن تكون فيه تصريحات رسمية صادرة من الدولة وفي الوقت نفسه تطلع عملية نفي لم تمر عليها إلا مجرد وقت قصير جدا لا يمكن تفسيره إلا بالساعات. فأنا أعتقد وجهة نظري على أن هذه مراهنات حقيقة جدا جدا سيئة ولا تنطبع على منظومة الدول مجلس التعاون. نعم، الأستاذ عبد الرحمن الملحي من المحلل السياسي، كنت معنا للحديث حول هذا الموضوع، شكرا لكم.